خرج الفنان راغب عليمي عن صمته وأوضح حقيقة الإشاعة اللي طالته بإساءته للمغربيات، فتم نسب القول التالي له إنه المغربيات سهلات ورخيصات. فأشار راغب عليمي خلال حديث على هامش إقامته مؤتمر صحافي خلال إحياء حفل ضمن مهرجان إفران الدولي بالمغرب إلى إنه هالشائعة بتعود لفترة التسعينات بعز نجاحه، وإنه يلي أطلقه وقتها هو فنان لبناني من دون ما يذكر اسمه. عم بتمضي الفنانة الأردنية ميسليم وزوجها الفنان وليد فواز شهر العسل باليونان بعد زواجهم البسيط يلي ضم العائلة بس من فترة. وعرف موقع الفن إنه ميسليم ووليد فواز عم بيحضروا لإقامة حفل زفاف بالساحل الشمالي، وذلك بعد عودتهم، ورح يعزموا الأهل والأصحاب وبعض الوجوه من الوسط الفني. عارف موقع الفن انه الممثلة السورية صباح الجزائري مستاءة من الاخبار اللي عم بيتم تداولها عن عدم مشاركتها بالجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، وبحسب معلوماتنا صاحبة شخصية ام عصام مستمرة بالعمل الشامي، علما انه الجزئين رح يتم تصويرهم بدمشق بوقت قريب ورح يتم عرضهم تباعا برمضان 2019 و2020. أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل بصورتين عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها أكيد الفنان المصري أحمد سعد، وكتب التعليق على الصورتين من عبارة من أغنية مهما يحاولوا يطفوا الشمس، وهي مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا علينا الهمس، مهما يقولوا مهما يعيدوا، أنت في قلبي أنت وبس. عثر رجال الشرطة على الفنانة السريلانكية برياني جاياسينغ البالغة من العمر 51 سنة مقتولة مساء الأحد داخل منزلها بطعنات عدة من زوجها اللي اختفى من البيت بعد حصول الجريمة، وبدأت الشرطة تطارده لاعتقاله. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه انزوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.